دكتور منار، داخلين على الخميس والجمعه والسبت نهايه الاسبوع، والناس هتسافر اكيد للمحافظات الساحليه. يا ريت تطمنينا على حاله الطقس بشكل عام ودرجات الحراره في محافظات الاسكندريه، العين السخنه، مطروح والغردقه وشرم الشيخ. لو خلينا نقول اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط كان في الامس واليوم ارتفاع امواج، لكن ان شاء الله من غدا وبعد غدا هيكون في اعتدال في الامواج، وخاصه على سواحل البحر المتوسط، وهيكون مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. متوسط درجات الحراره على مطروح، الاسكندريه، بورسعيد، دمياط، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط ما بين ال 30 وال 32 درجه مئويه، دي درجه الحراره المقاسه المحسوسه، ممكن توصل ل 35 درجه مئويه، اجواء حاره رطبه. لكن المناطق المطله على البحر الاحمر طبعا السويس، العين السخنه، شرم الشيخ، الغردقه، متوسط درجات الحراره ما بين ال 38 بتوصل ل 39، احيانا ال 40 في بعض المناطق المحسوسه بتوصل ل 42 درجه مئويه. فالمناطق المطله على البحر الاحمر اعلى درجات حراره طبعا من المطله على البحر المتوسط، لكن دايما بنشعر بنسيم البحر لو احنا من موجودين على البحر، في حاجه اسمها نسيم البحر خلال فترات النهار. طب يا دكتور منار، ايه في الجو، ايه افضل وقت ممكن ننزل فيه البحر يا دكتور؟ في ناس بتقول يعني او بتفضل ان هي تنزل البحر الصبح، يعني بيقول لك انا صاحي بدري وهنزل الصبح عشان اتجنب الحراره القويه للشمس، وفي ناس بتحب تنزل في الفتره مثلا من 12 ل 3 بتكون الشمس فيها حارقه شويه، ايه افضل وقت ننزل فيه البحر؟ هو طبعا اكيد يفضل ان يبقى فترات يعني اللي قبل فتره الظهيره، قبل الساعه 12 او بعد الساعه 4، لان احنا من الساعه 12 للساعه 4 الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. نعرف ارتفاع درجات الحراره والتعرض المباشر لاشعه الشمس هنحس بالارتفاع الكبير في درجات الحراره، فاحنا بقدر الامكان من الساعه 12 للساعه 4 نتجنب اشعه الشمس المباشره، بلاش نزول البحر لو احنا على البحر نبقى تحت الشمسيات ونستخدم نسك شمسي، يبقى فترات الصبح وبعد الظهيره دي فترات كويسه ان احنا نقدر نستمتع باجواء البحر دون التعرض لاشعه الشمس. طيب دكتور.